السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد وتوقيت إجراء مباراة منتخب غينيا ومنتخب زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2022 والقنوات الناقلة للمباراة. يحتل منتخب غينيا المركز الأول بشراكة مع منتخب السنغال في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، أما منتخب زيمبابوي فيحتل المركز الأخير برصيد 0 نقطة، ويواجه منتخب زيمبابوي منتخب غينيا في الجولة الثالثة من دور مجموعة كأس أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 على ملعب أحمد وايدجو في الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر والسودان، 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق. والقنوات الناقلة لهذه المقابلة هي قناة بين سبورتاش دي 2 ماكس بتعليق المعلق الجزائري عادل خلو.